بطاطا شو او عجينه الشو اللي كل الناس بتحبها. نبتدي 140 جرام طحين، عندي 100 جرام زبده. طيب طريقه، بحط زبده، نضيف عليها 250 مللتر مش جرام، ورشه ملح او شيء نصف ملعقه هيك صغيره، نخليه يدوب. بضيف الطحين، بجيب الكميه كلها، خليكم بليز لانه هالخطوه كثير مهمه، كثير كثير مهمه. مرات هيك نخلط بسرعه ونشيلها من على النار وخلص، نروح نزيد نضيف لها بيض، لا هذا غلط. فبدي اياكم تتبعوا معي الخطوات. تبدا تستوي وانا نحاول نجفف العجينه، نجففها. وفي طريقه نعملها انه بعمل هيك كاني بقطع في العجينه تقطيع وبلفها. ونبدا نضيف حبه حبه او اثنين، وراح تشوفوا انه بعدين يمكن حتى نخلط حبتين ثلاثه مع بعض ونخفقهم. انا بروح يعني حابه نمشي معكم خطوه خطوه باش تركزوا معايا وتعرفوها، وان شاء الله راح تعملوها وتنجحوا فيها. طيب راح نضيف، هلا نوريكم، نضيف بيضتين، راح نضيف شوي ونخلي الباقي الكميه الثانيه ونخلط، نرجع نخلط. اول شيء لمعان عندي العجينه بتلمع. ثاني شيء هاي اللي حكيت لكم عليها انه بفتح شوف العجينه كيف ترجع. فخلص عجينتي وصلت للي بدي اياه، يعني خلص بدهاش بيض اكثر من هيك. اللفه بحط ايدي تحت هيك بمسكه كاني ماسكه ورده او ماسكه اي شيء في ايدي هيك، وبجي من هون بعبي بسباتول او باي شيء بعبي العجينه وببلش اعمل حلوياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، بعمل هيك لما نوصل هون اخر شيء كانه نقطع ونرجع لورا. في ملاحظه، بمجرد ما خلصت من تجهيز لباتا شو على طول بحطها في الفرن، فرن ساخن 400 درجة فرنهايت، وما نفتحش على الفرن أبدا أبدا. هلا راح بحطه بالفرن ونرجع نكفي. حطيتها بالفرن على بال ما نطلعها من الفرن وتكون استوت. راح نحضر كريمتين، أول شيء لك خام شانتيي كريمة الحلواني. المقادير بالضبط للكريمة الشانتيي أو كريمة الحلواني، لكل لتر كريمة 100 جرام سكر. فراح أخفق الكريمة، رشة فانيلا أو ربع ملعقة أو شيء، هذا بيرجع لكم كمان. مهم جدا لما نبدأ مع الكريمة نبدا نخفق في الكريمه، بما ندخللهاش هواء كثير، نبلش بسرعه خفيفه، نبتدي بسرعه خفيفه، بعدين شوي شوي نضيف او نزيد من سرعه الخفاقه. راح نضيف السكر، سكر ناعم او حتى السكر العادي. راح احط تقريبا ملعقتين ونكفي. راح اضيف بس شويه سكر، هيك تقتنعوا انه فعلا ممكن نستعمل السكر، يعني نوعين من السكر او نوع واحد اللي عندكم. خلاص هلا راح نعمل لاكريم باتيسيير اللي معروفه بالكستر، 2 حبه بيض وتقريبا ملعقتين طحين الذره. راح احتاج نصف لتر يعني 500 مللتر حليب، شويه فانيلا، ونبدا التحضير. مي بارده كثير كثير نغسل بيها الكازارولا لكاسرول ولا الوعاء اللي راح نحط فيه الكريمه. بهالطريقه بضمن لكم انه الكريم باتيسير تاعكم مش راح تلزق. وبخليه لا درجة الغليان، ونسيت نقول لكم انه كمان فيه
100 جرام سكر، ومش سكر بودرة، سكر هذا العادي. سكر هون دايما طريقة اني ببعد السكر وكسر فوق البيض. نضيف شوية فانيلا، واللي يحب يضيف قشر الليمون كمان كتير طيب. شايفين؟ نبدأ بالبيض هيك، وبعدين روح نجيب السكر هيك، بضمن اللي ما نحرقش البيض، صفار البيض أخطر أكثر شيء. نضيف معلقتين طحين الذرة لمايزينا، عملت معلقتين تقريبا، ونخفق مش كتير. انا خفقت في الاول، خفقت مليح البيض مع السكر، دلوقتي يدوب بخلط بدخل طحين الذرة في البيض، بس هيك خلطة خفيفة. عندي هون الحليب، لما يوصل درجة الغليان باخذ منه كمية، وهي نقطة مهمة، وبضيفها لخليط البيض والسكر. ليش؟ لأني لو أخذت الخليط تاع البيض وضفته على طول هيك مباشرة على الحليب بخرب الخلطة تاعي. إذن جهزت الخليط هذا أنه يروح على خليط الحليب، على الحليب بدون خليط اللي يمكن نحط فيه فانيلا، وبسكبه مش لازم تتوقفوا عن تحريك، مهم جديد كتير كتير. ليش؟ لأنه فيها طحين الذرة لمايزينا، وإذا وقفتوا تتكلس تحت تجمد ويحترق وخلاص ترموها. تبدأ تعمل مثل الفقاقيع، خلاص نخليها هيك شي بعض الدقائق أو ثواني تبرد، بعد يدوب تعمل مثل القشرة. فيه طريقتين نحتفظ بها باش نحمي هاي الكريم باتيسير من انها تعمل لنا قشرة وبعدين نضطر نشيل كل هذيك القشرة ونرميها، لا. فيه ناس بيضيفوا سكر، ما نحبش نضيف سكر، مرات بعمله مرات لا. لما نحس انه العجينة او الكريمة الباتيسير عملت لي مثل قشرة خفيفة هيك، باخذ قطعة زبدة هيك بعمل مثل حماية للكريم باتيسير، مش راح تجف، مش راح تعمل لي قشرة على بال ما اشتغل فيها. طيب انا دلوقتي طلعت ليزيكلير والعجينة الشو، طلعتها من الفرن. عندي شوكولاتة دايبة هيك، وريكم كمان كيف نعمل كراميل من شي بسيط. شوية سكر، كمية قليلة تقريبا 100 جرام، نضيف له شوية مي، شي معلقتين ثلاثة ماكسيموم مية، وطبعا راقبوا لأنه ممكن يحترق، وإذا احترق كمان ما ينفعش. تقريبا جاهز كريم كراميل، بيجمد بسرعة، ممكن نزين فيه إذا ما عنديش مثل ما قلت لكم شوكولا أو كريمة أو أي شيء. بس خلوا بالكم حرقة الكراميل كتير كتير صعبة، يعني ممكن الجلد أو الأصبع بيلزق في، فبناخد بالنا كتير. أنا عملت كمية قليلة بس نوريكم، فيكم تعملوا أكثر من هيك، 200 جرام 300 أي شيء، المهم تنتبهوا وانتوا بتزينوا الحبة. مثل ما حكينا بنمسك كيس الحلواني هيك هيك الـ يعني لابوشا دوي، ونعبيها بالكريمة الحلواني او لكريم شانتيي اللي مكونة من السكر، سكر بودرة او سكر عادي، وكريمة طازجة، ومخفوقين مع بعض. نعمل الموديل.
بيطلع شكلها احلى بكتير. بدل ما نفتحها ويبين هيك شكلها خربان يعني مش حلو، بعمل هون فتحة او حتى هون تحت فيكم تعملوها ونحشيها من تحت نفس الشيء. بنجي هون نحشي، راح نزين بشوية سكر بودرة، نرجع نعمل الليسين او البجعة